دلوقتي مع كلمة الأستاذ العظيم علاء الكحكي مالك مجموعة وشوشة الإعلامية. كلنا بنحبك يا ريس. على راسنا. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. هحاول ما اطولش عشان الحفلة اتأخرت وغالبا انا السبب، فكل سنة وانتم طيبين. انا بس شكرا على الكلام اللي انتوا قلتوه، بس هو اكبر بكتير بالحقيقة. يعني الحمد لله، انا الكلام اللي عايز اقوله ان الناس مش انا اللي وثقت فيهم، الحقيقة هم اللي استحملوا حاجات وظروف صعبة جدا وقاسية جدا، وانا فعلا اللي بشكر كل الشباب اللي بيشتغلوا في وشوشه واللي عملوه، الحقيقه اللي عملوه بدون امكانيات، فسبحان الله هي الموهبه وستر ربنا. زي ما كل واحد فيكم هنا نجح وكسب اصوات وكل سنه بيحصل نجاح ورا نجاح، الكلام ده بيبقى وراه اصرار. طبعا اذا كان محمد سالم زملكاوي فانا احب اقول ان انا اهلاوي جدا 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 جدا، وسعيد ان الاهلي بيكسب دايما ومبسوط، بس والله هي دي الحقيقه ودون اي حاجه يعني. وعايز اقول ثلاث حاجات، انا بتمنى او يا ريت كلنا نتمنى الشفاء لمجموعه شخصيات عظيمه ما ينفعش ننساهم النهارده. الاول نتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب ايقونه الكره المصريه، وإن شاء الله بإذن الله نطمن عليه قريب جدا جدا جدا. وأخونا وصديقنا شريف مدكور نتمنى له الشفاء العاجل، وكمان الشيف علاء الشربيني عمل عملية، ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويرجع إن شاء الله بإذن الله أحسن من الأول. أنا بشكركم على الحضور وبشكركم على النجاح والإصرار على النجاح، وعايز أقول لكم حاجة، السنة اللي فاتت كنا بنتكلم كلام كده بس اعتبروها كده رؤية احساس مشهد، 2020 هتكون خير على الكل ان شاء الله، ان شاء الله 2020 هتكون خير على الكل، الدنيا هتفتح، كل الناس ان شاء الله بإذن الله هتشتغل، ربنا يوسع ارزاق الجميع وما تقلقوش، اصرار عزيمة اخلاص ربنا هيكرمنا. شكرا.